يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما تفسير قوله سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها؟ نعم، الكفار يسخرون من القرآن، يقولون الله يضرب المثل بالبعوضة، يضرب المثل بالعنكبوت، ويضرب المثل بالنملة، هذا ما يليق بالله عز وجل. الله جل وعلا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهو لا يضرب المثل إلا ما يضرب المثل إلا لبيان الحق وبيان الباطل، ما يضرب المثل عبثا. نعم.